بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله هيكون ضيفي وضيفكم واحد من نجوم الدوري الممتاز، واحد من اللي اتربوا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله متالق السنه دي بشكل كبير جدا مع نادي اسوان. هيكون ضيفي وضيفكم النهارده الكابتن عمرو الحلواني، وحديث عن ذكرياته داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه طبعا بنبارك لفتيات النادي الاهلي، لاعبات النادي الاهلي الكره الطائره. امبارح ما شاء الله يتوجنا ببطوله كاس مصر بعد مباراه رائعه امام نادي الصيد. امبارح المباراه النادي الاهلي فاز في اول شوطين، بعد كده لاعبات الصيد اتعادلوا، بعد كده النادي الاهلي ونادي الصيد راحوا لمباراه او شوط فاصل. لاعبات النادي الاهلي تالقوا فيه بشكل كبير جدا. ما شاء الله لاعبات النادي الاهلي الكره الطائره يعني يعتبروا محتكرين هذه اللعبه. النساء والرجال في النادي الاهلي، تحيه كبيره لكل لاعبات النادي الاهلي.